ما يلعبش، ما يلعبش خالص. يعني ليه؟ لان الاعباء والضغوط كبيره جدا 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 على صلاح في وسط اعلام وفي وسط انتقادات ونقاد اصبحت الثقافه لديهم هي هدم كل ما هو ناجح وجميل في هذا البلد. مش صلاح بس، يعني في اي حاجه حلوه، اي حاجه جميله، اي حاجه منوره بيصعب علينا. ها انا معاك، بس ما يبقاش جلد الذات كده يا كابتن تامر. يعني لما يطلع تويتر دلوقتي يقول لك ان صلاح المنتخب من غير صلاح والنني حاجه تانية، يعني غلط اللي احنا نحط من نفسنا. ما تتقالش كده يعني، هي ما تتقالش كده يعني. هو لو عاوز يعني، طبعا يعني كل الاحترام والتقدير للاخ الاخ ماجد سامي، انما ما يعني ما تتقالش كده ومش في التوقيت ده، مش وقته. تقدر تقول ان البدلاء اثبتوا وجودهم، نقدر نقول ان في لعيبه كويسه جدا قدرت ان هي تسد الفراغ لصلاح والنني، نقدر نقول ان منتخب مصر يمتلك لاول مره بدلاء على نفس كفاءه الاساسيين اكتر من سيناريو اطلع بيه، صح. نقدر نقول ان الضغوط بتاعه النجوميه لمحمد صلاح زالت من على لعيبه منتخب مصر، وبالتالي تحرروا اكتر. يعني عندك اكتر من اسلوب تقدر تقول بيه ان منتخب مصر اداؤه تحسن بعد خروج صلاح والنني، يعني بدون ما تجرح في صلاح ودون ما تجرح في النني، لان التجريح في صلاح مش في صالح حد. يعني لا في صالحنا ولا في صالحه، ويكفينا فخرا، يعني يكفينا فخرا ان انا عندي واحد من بلدي وصل للمنطقه دي. مظبوط، ده اللي انا بقوله، نحافظ على نجومنا. انا كتامر عبد الحميد يعني انا يعني اداء صلاح مع المنتخب غير مرضي، معاك 100% 100% تمام. بس يعني مش هنقعد زايد. هات اي واحد فينا كده من ال 105 مليون وحطه مكان صلاح، يمسك صلاح. انا احنا شفنا في مباراه الجزاء الماضيه رياض محرز يعني برضه كان غايب تماما، زايد على راجل. يعني نحمد ربنا ونبوس ايدينا وش وظهرنا، ربنا سبحانه وتعالى كرم هذا البلد انه طلع من هذا البلد بشكل عشوائي. يعني صلاح ده طلع بدراعه، بمجهوده. لا انت عندك لا سمح الله لعندك منظومه مثلا محترفه تطلع لك كل سنه مثلا 7 8 9 زي صلاح، ولا انت مثلا يعني متطور بتوصل كاس عالم كل سنه، ولا مثلا من المرشحين دائما وابدا لكاس العالم؟ لا سمح الله، يعني ما حدش يعني يكتب علي، واخد بالك؟ فانت راجل طالع بدراعه وبمجهوده، واخد بالك؟ واحد زي كده نجح، نتعلم منه نجح ازاي. مش نقعد نتكسر وندغدغ فيه، نكرهه في اليوم اللي هيجي ينضم فيه المنتخب مصر، ما نكرهوش في اليوم ده. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا نجمنا الكبير كابتن تامر عبد الحميد، نجم منتخبنا ونادي الزمالك. برضه ما زلت مصمم ان شاء الله باذن الله هنوصل باذن الله، وبراهن على محمد صلاح، وبراهن على قيادة المنتخب مصر، وانه هيكون في حتة تانية خلال المباريات القادمة ان شاء الله. لكن رفقا بنفسنا، بلاش جلد الذات، بلاش نحطم في رموزنا في اي مجال من المجالات، خلوا تصفية الحساب.